مدير الدولة لشؤون الأعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الأردن مستمر باستقبال اللاجئين السوريين ولا نية لديه لإغلاق الحدود رغم الأعباء التي يتحملها. وأكد المومني أن المساعدات الدولية للمملكة الخاصة للاجئين السوريين انخفضت إلى مستويات كبيرة، داعيا الدول المانحة والمجتمع الدولي بأسره إلى الإسراع في تقديم المساعدات للأردن كي يستمر في تقديم خدماته للاجئين السوريين على أراضي. يناقش مجلس النواب مساء اليوم في جلسة عامة مع الحكومة ظاهرة العنف الجامعي والمجتمعي والأسباب التي أدت إلى تفشي الظاهرة، ومن المتوقع أن يضع المجلس آليات تكفل وقف انتشار العنف الجامعي والمجتمعي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سيطرت أحداث جامعة الحسين بن طلال وتابعاتها على أعمال الجلسة الأخيرة للمجلس يوم الأربعاء الماضي. يحتفل مسيحيو الأردن والعالم اليوم بعيد الفصح المجيد بإضاءة شمعة العيد إذاناً ببدء الاحتفالات الدينية، حيث قرعت الأجراس في مختلف كنائس المملكة وتليت التراتيل والأناشيد مستذكرة معاني حياة السيد المسيح وسط احتفالات دينية واسعة أدها المسيحيون بعد انتهاء الصوم. أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مراكزاً للبحوث العلمية في منطقة جمراية في العاصمة دمشق، كما وهزت سلسلة انفجارات قوية أنحاء مختلفة من العاصمة وذلك في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم. إلى ذلك قالت مصادر صحفية إن الهجوم استهدف صواريخاً لحزب الله في سوريا، ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها إسرائيل مراكزاً للبحوث العلمية.